أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. اليوم حضرنا لكم حصة تخص بالأكثر الكبار في السن، وهو قصور البصر الشيخوخي ولا لابخيز بيسي. شوفوا معنا هذا الفيتيغ أولا، ثم نتكلموا على الأسباب والعلاجات الموجودة لهذا المرض. يتميز قصور البصر الشيخوخي في عدم قدرة البلور على الرؤية من القرب. في الحالة العادية يمر الضوء عن طريق القرنية ومن ثم عن طريق الحدقة التي هي عبارة عن ثقب موجود في وسط العين أو قزحية، وهي المنطقة الملونة في العين. بعد مرور هذا الضوء من البلور تقع على مستوى الشبكية وراء العين. في هذه الحالة تنقل هذه الصور إلى الدماغ على شكل رسائل. البلور هو عضو لزج ويستطيع تغيير شكله وحجمه، وهذا لتمرير الضوء على مستوى شبكة العين، ولهذا يجب على هذا العضو أن يكون لزجا ومطاطيا. مع مرور السن وعند الشيخوخة تنقص مطاطية هذا العضو وتشكل قصورا في البصر الشيخوخي. عند الأشخاص المصابين بالقصور الشيخوخي يمكن لهم رؤية الأشياء البعيدة، ولكن صور الأشياء القريبة تنقل وراء شبكة العين وتتسبب في رؤية مشوشة لهذه الصورة. من عوارض هذا القصور البصر الشيخوخي هي وجع على مستوى العين، آلام على مستوى الرأس، ونظر عن قرب مشوش. ونستطيع تشخيص هذا القصر عن الأشخاص الذين يبعدون أوراقاً أو كتباً عن بعد ليستطيعوا قراءتهم. قصر النظر الشيخوخي نراها في أغلب الحالات بعد سن 40، ولكن نظارات طبية مختصة في هذا المجال تكفي لمعالجة هذا المرض. ترافق عملية التقدم بالعمر تغيرات كثيرة تطرأ على العين، منها أعراض ضعف النظر. لحسن الحظ يمكن اليوم علاج معظم مشاكل الرؤية بطريقة مهنية عند البالغين، والحد من تأثيرها على الحياة اليومية. في بعض الحالات يكون هذا الأمر بسيط، مثلا شراء نظارات جدد، وفي بعض الأحيان يطلب علاج هذا لابخيز بيسي عناية أكثر من هذا. بعد السن 40 العينين ما تعودش قادرة على التركيز على الأشياء القريبة، وتسمى هذه الظاهرة ببصر الشيخوخة. ونشوفوها كي يكون هذا الشخص لازم عليه يحط الكتاب ولا حاجة يقراها عن بعد. وكاين أيضا أعراض أخرى لهذا الضعف البصري، منها صعوبة في قراءة الحروف الصغيرة، الصداع يعني الميغرين، إجهاد العين. وشنو هو اللي يسبب لابخيز بيسي؟ مع الوقت تتصلب عدسة العين وتغير العضلات حول العدسة. هاد التغيرات راح تقلل من مرونة العدسة، ولذلك ما يمكنش تغيير من شكلها وتركيز الصور على شبكية العين. نقدروا نعالجوا هذا المرض بالعدسة اللاصقة يعني للأمتي ولا للونات بيفوكال. هو نوع خاص من النظارات اللي عندها أقوى تركيز في الجهة السفلية من هذه النظارات، وتكون هذه النظارات هي الأحسن عند هذه الأشخاص اللي يعانيوا من قصر النظر الشيخوخي. بلا ما ننسوا الساد، وهي الكاتاراكت اللي نقدروا نشوفوها عند الأشخاص المسنين أيضا، ومن أعراضها هي عدم وضوح الرؤية، الرؤية المزدوجة يعني لا فيزيون دوبل في عين واحدة، الحساسية للضوء، وفي بعض الأحيان يكون فيه ضباب في النظر. يظهر هذا الضباب على شكل بقع ولا أسلاك تتحرك في الفضاء. وإذا ظهر الكثير من الضباب فجأة، فهذا يعني أن بعض الزجاج انفصل عن شبكية العين في أن واحد. وإذا صاروا فقدت الرؤية المحيطية يعني لا فيزيون بيريفيريك، ولا شفت ومضات من الضوء، فذلك يدل على انفصال الشبكية يعني ان ديكولمون دو غيتين. وإذا لم يعالج هذا يقدر يؤدي إلى فقدان البصر، وأيضا العيون الجافة أيضا، بحيث أن الدموع هي اللي تبقي العين رطبة وتنقص من خطر الإصابة والحفاظ على سطح العين. هذا الجفاف في العينين نشوفه خاصة عند البالغين فوق السن 65 سنة، ولا إلى دو التغيرات الهرمونية يعني لي شانجمون هرمونو سورتو في سن اليأس يعني في لامينوبوز عند النساء، وأيضا العدسة اللاصقة لي لانتي ولا المناخ الجاف. كل هذا يساهم في جفاف العين، ويشعر الإنسان بالحرق الخشونة على مستوى هذا العين. عدم وضوح الرؤية وتشويش الرؤية، أيضا الجفاف الخفيف عنده دواء وهو ولا حل وهو الدموع المصطنعة يعني لي لارم ارتيفيسيال. إذا كانت حالتك أكثر خطورة،
ننصحك أن من الأحسن أن تروح تستشير الطبيب العيون، وهذا راح يكون طبعا أحسن لك. كانت أعزائي المشاهدين يعني هذه بعض المعلومات حول البصر الشيخوخي، وبهذا نكون لحقنا لنهاية هذه الحصة. نتمنى أن هذه المعلومات راهي أفادتكم ولو بالقليل، وكما كل حصة قبل ما نخلوكم ناخذ معكم مكالمة هاتفية ولا ناخذ هذا السؤال. إذا ناخذ سؤال سيدة أنيسة من ولاية الجلفة، تقول بأنها مصابة بالأوستيوبوروز يعني هشاشة العظام، وتسقسي أيضا هاد السيدة وشنو هما العظم اللي ينقاسوا كتير بهاد المرض. إذا نقول لهاد السيدة أن الأوستيوبوروز ولا هشاشة العظام تأثر على كل العظام في جسم الإنسان، بصح تكون شائعة خصوصا على مستوى الخصر يعني لوباسا، المعصم، البواني ولا العمود الفقري، سورتو الفقرات يعني الفيرتيبر. هاد الفيرتيبر راهي مهمة جدا لأنها العظام اللي تدعم الجسم الإنسان في وضعية الوقوف والجلوس المنتصب. هشاشة العظام في العمود الفقري طبعا يسبب مشاكل خطيرة عند النساء، ويؤدي إلى حدوث كسر في هاد المناطق، وحتى كيقوموا بأنشطة يومية مثلا صعود الدراج ولا يرفضوا أشياء ثقيلة ولا الحناء إلى الأمام ويرفضوا حاجة ثقيلة ومامتها. أيضا بلا ما نسوا هشاشة العظام عند النساء الحوامل، وهذه الحالة حالة نادرة نشوفوها في الأشهر الأخيرة من الحمل ولا بعد الولادة. نشوفوا هاد النساء يشكو من آلام على مستوى الظهر، فقدان الطول، والإصابة بالكسور في العمود الفقري. يرجع كل هذا السبب أكثر في زيادة استهلاك الكالسيوم من طرف المرأة الحامل، لذا ننصح دايما زيادة وأخذ في الكالسيوم، وهذا ابتداء من الثلاثي الثاني يعني لو دوزيام تريمستر للمرأة. إذا أعزائي المشاهدين، نتمنى أنه فهمتوا هذه الأجوبة واستنفعتوا ولو بالقليل بهذه المعلومات. نتشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، نعطيكم موعد في الحصص المقبلة. راسلونا ولا أبعتونا الأسئلة تاعكم، وحنا إن شاء الله راح نجاوبكم في كل مرة. إذا من لهذاك الوقت ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم وصحة ولادكم.